حسنا، هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها محاسبة الصينيين. نحن نجري تحقيقات جدية للغاية، ونحن لسنا سعداء بتصرف الصين ولا بكل هذا الوضع، لأننا نعتقد أنه كان يمكن إيقاف الفيروس في مصدره وبسرعة. نعتقد أنه كان على الصين أن تفعل ذلك ولا تدع الفيروس ينتشر في كل أنحاء العالم. نحن نجري تحقيقات جدية وسنخبركم في الوقت المناسب. لدينا وسائل أسهل مما قامت به ألمانيا لجهة إرسال فاتورة ب 130 مليار دولار إلى الصين. نحن نتحدث عن أموال أكثر مما تتحدث عنه ألمانيا، ولم نحدد المبلغ النهائي بعد. نعتقد أن هناك العديد من المختبرات التي تواصل العمل داخل الصين على مسببات الأمراض المعدية، ولا نعرف ما إذا كانت تعمل بشكل آمن لمنع حدوث أي مشكلة مرة أخرى. تذكروا، هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها فيروس من الصين. رأيت تعليقات من وزارة الخارجية الصينية تتحدث عن نشاط قسري فيما يتعلق بأستراليا التي ترغب في طلب إجراء تحقيق. من في العالم لا يريد التحقيق في كيفية ما حدث؟ تظهر البيانات أن دواء ريمديسيفير له تأثير إيجابي واضح في تقليص الوقت اللازم للتعافي. هذا مهم حقاً لعدة أسباب، إنها مهمة للغاية. إذا نظرتم إلى وقت التعافي الذي كان أقصر من خلال ريمديسيفير، فقد كان 11 يوماً مقارنة ب 15 يوماً، وهذه قيمة مضافة بالنسبة للعلماء. هذا شيء على الرغم من أن التحسن بنسبة 31% لا يبدو كأنه إنجاز كامل، إلا أنه دليل مهم للغاية حول المبدأ، لأن ما أثبته هو أن هذا الدواء يمكن أن يطوق هذا الفيروس.